هيئة الأرصاد بتتوقع أن النهاردة الطقس هيكون شديد الحرارة نهاراً على أغلب الأنحاء وحار على السواحل الشمالية. بالليل الجو هيكون مائل للحرارة على أغلب الأنحاء ومعتدل على السواحل الشمالية. كمان في نشاط للرياح على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد. خلونا نعرف تفاصيل أكتر عن حالة الجو النهاردة من الدكتور محمود القياتي، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية. صباح الخير يا دكتور محمود. صباح الخير على حضرتك استاذة هالة وعلى كل السادة المشاهدين، اهلا بحضرتك. اهلا بحضرتك. استمرار الموجة الحارة، والنهاردة الجو حر اكتر من امبارح، يعني امبارح كان مسجلين 38 مثلا في القاهرة، النهاردة 41. الموجة الحارة دي هتنتهي امتى؟ بالفعل طبعا زي ما حضرتك ما قلت، النهاردة الطقس متوقع ان يكون اشد حرارة من الايام اللي فاتت. الذروة بتستمر على مدار ال 48 ساعة الحاليين، يعني على مدار الخميس والجمعة هو ذروة هذه الموجة شديدة الحرارة اللي بدأت من بداية الأسبوع. متوقع العظمى اليوم وغدا على القاهرة تكون في حدود 41 درجة مئوية. بالتأكيد محافظات جنوب الصعيد بيكون دايما لها النصيب الأكبر، وهترتفع عليها أيضا درجات الحرارة اليوم وغدا. يمكن بعض المحافظات من جنوب الصعيد هتصل عليها العظمى اليوم لحدود 47 درجة مئوية خلال ساعات النهار، بيتم تسجيلها في الظل. طبعا ارتفاعات كبيره جدا، بالفعل ارتفاعات كبيره في درجات الحراره. محافظات جنوب الصعيد، محافظه زي اسوان من المتوقع ان العظمى عليها النهارده في الظل تكون 47 درجه مئويه، ارتفاعات كبيره جدا في درجات الحراره. ده هياثر كمان على درجات الحراره خلال ساعات الليل. هنبدا خلال ساعات الليل نلاقي محافظات جنوب الصعيد بتسجل اكثر من 30 درجه مئويه خلال ساعات الليل، والقاهرة كمان هترتفع عليها الصغرى لهذه الليلة إلى 27 درجة مئوية. يعني أجواء شديدة الحرارة على أغلب مناطق الجمهورية ما عدا السواحل الشمالية خلال ساعات النهار، وخلال ساعات الليل أجواء مائلة للحرارة على أغلب مناطق الجمهورية بما فيها القاهرة والوجه البحري ومدن القناة وحتى محافظات الصعيد. طبعا ما عدا السواحل الشمالية سواء خلال ساعات الليل أو خلال ساعات النهار، لأن الكتل اللي بتأثر على السواحل الشمالية مختلفة نسبيا عن الكتل اللي بتأثر على باقي مناطق الجمهورية. وبالتالي أجواء السواحل الشمالية المطلة على البحر المتوسط خلال ساعات النهار أجواء حارة، والعظمى عليها لا تتجاوز 33 درجة مئوية. وخلال ساعات الليل أيضا هنلاقي اعتدال كبير في الحالة الجوية ودرجات حرارة صغرى في حدود 22 ل 23، ده بالنسبة للسواحل الشمالية. كمان هنبدأ نلاقي خلال ساعات الصباح سواء النهاردة أو بكرة شبورة مائية خفيفة جدا بتكون على مناطق متفرقة من الجزء الشمالي من الجمهورية، هي غير مؤثرة تماما لكنها شبورة مائية خفيفة جدا. طبعا بالإضافة لنشاط رياح نسبي خلال ساعات النهار موجود على العديد من مناطق الجمهورية، النشاط ده سرعته لا تتجاوز 35 كيلومتر على الساعة، لكنه يمكن خلال ساعات الليل تحديدا بيلطف الاجواء بشكل نسبي. عايزين نشير لنقطه مهمه كمان، ان نسب الرطوبه بدات ترتفع ارتفاعات طفيفه. يعني مش زي اللي بنشوفها في فصل الصيف ولا زي اللي كنا بنشوفها على مدار الموجات الربيعيه اللي فاتت. علشان كده هنبدا نشعر بالحر بشكل اكبر لكن نسبيا مش بشكل كبير. وبالتالي يمكن نسب الرطوبه بنشعر بيها اكتر اليومين دول خلال ساعات الليل بتكون اعلى شويه، ده كمان بيزود احساسنا بارتفاع درجات الحراره خلال ساعات الليل. طبعا زي ما دايما بنقول السبب في الموجه دي هو الكتل الصحراويه القادمه من مناطق شديده الحراره بالاساس مع المرتفع الجوي اللي موجود في طبقات من شبه الجزيره العربيه، صح يا دكتور؟ يعني بالظبط جايه من منطقه شبه الجزيره العربيه، كتل شديده الحراره بالاساس بتقطع مسافه طويله على ارض حاره وبالتالي بتزداد حراره وصولا الى الاراضي المصريه. لكن الخرائط بتشير انه بدايه من السبت ان شاء الله في تغير طفيف في الكتل دي وفي مصادر الكتل دي، بالاضافه لوجود امتداد منخفض جوي في طبقات الجو العليا بدل المرتفع اللي احنا بنتاثر بيه حاليا. وبالتالي عشان كده بنتوقع انه مع بدايه الاسبوع عوده تدريجيه، مش عوده حاده لكنها عوده تدريجيه بانخفاض طفيف بمعدل 3 درجات ل4 درجات على شمال البلاد زي السواحل الشمالية الوجه البحري حتى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد. هنبدأ من السبت القاهرة تسجل في حدود 36 ل37 درجة مئوية، ما يعتبرش انخفاض قوي. هيظل الطقس شديد الحرارة برضو على القاهرة والشمال الصعيد
والوجه البحري ومدن القناة وكل المناطق دي، لكنه طبعا لا يقارن بال 41 درجة مئوية، فبالتالي هو يعتبر انخفاض طفيف عن ذروة الموجة. هيكمل الانخفاض التدريجي ده بشكل تدريجي علشان نوصل على منتصف الأسبوع لحوالي 35 درجة بالنسبة للقاهرة الكبرى، ودي هتكون هي تقريبا المعدلات الطبيعية خلال الفترة دي أو خلال الشهر ده، بتكون ما بين 33 ل 35 درجة مئوية مع ارتفاع طفيف في نسب الرطوبة. وبالتالي أيضا من يوم الحد أو من يوم الاثنين هتمتد هذه الانخفاضات نسبيا حتى جنوب الصعيد، اللي هيبدأ هو كمان على منتصف الأسبوع يسجل في حدود ال 40 إلى 41 درجة مئوية، طبعا بعد ما كان بيسجل ما بين ال 45 ل 47 درجة مئوية. يعني طبعا اكيد في وسط الموجه الحاره دي لازم يبقى في نصايح للمواطنين انه يعني نحاول نتفادى التعرض المباشر لاشعه الشمس، نشرب ميه على قد ما نقدر. على العموم بنشكر حضرتك دكتور محمود القياتي عضو المركز الاعلامي بهيئه الارصاد الجويه. تعالوا مع بعض دلوقتي نتابع درجات الحراره المتوقعه النهارده. في القاهرة درجة الحرارة العظمى 41 والصغرى 27، وفي العاصمة الإدارية 41-26، في الإسكندرية 32-22، وفي العلمين الجديدة 33-22، مطروح 31-21، ودمياط 34-22، بورسعيد 35-22، والإسماعيلية 42-26، في السويس العظمى 41 والصغرى 26، وفي العريش 33-21، أما في كاترين العظمى 34 والصغرى 16، طابة 36-24، وحلايب 37-29، شلاتين 40-28، وشرم الشيخ 42-30، والغردقة 41-29، في الفيوم 41-23، وبني سويف 42-24، والوادي الجديد 44-28، وأسيوط 42-25، سوهاج 44-28، وقنا 45-28، الأقصر 46-29، وأسوان العظمى فيها 47 والصغرى 30، درجات حرارة مرتفعة زي ما حضراتكم شايفين كلها تتخطى الـ40. يا ريت نبقى حريصين وناخد بالنا من يعني من التعرض المباشر للشمس.